بس خلونا نعرف التفاصيل من سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. المقدمة اللي أنا قلتها دي تمشي ولا ما تمشيش؟ أكيد يا فندم. الغرض هو الدولة بتحرص على حسن إدارة أصولها وزيادة كفائتها يعني تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين والسائحين. حلو. من هذا المنطلق الدولة قررت أنها في إطار دعم دور القطاع الخاص وتحسين الخدمة أنها تقوم خلال المرحلة المقبلة باختيار استشاري عالمي لدراسة ووضع رؤية وخطة لطرح المطارات للقطاع الخاص، بحيث أن القطاع الخاص يتولى تشغيل وإدارة المطارات كما ذكرت حضرتك. وطبعا جزء أساسي من هذا الأمر بخلاف طبعا تحسين الخدمة كما ذكرت هو العمل على استيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية لاستقبالها مستقبلا، سواء من المسافرين أو خاصة السائحين، لأنه زيادة استقبال السائحين واستقبال ملايين السائحين يتطلب بطبيعة الأمر استعداد المطارات وتحسين مستوى الخدمة التي تمثل يعني المطارات هي وجهة مصر أو وجهة مصر، فبالتالي لابد من تحسين الخدمة في المطارات. طيب ده كلام جميل جدا. سيادة المستشار، كرجل جاء من المؤسسة الدبلوماسية المصرية العظيمة والعريقة، يعني شفت بلاد وعواصم ومدن قد كده، وكأيضا متحدثا باسم الحكومة المصرية باسم مجلس الوزراء، هل هذا إجراء متعارف عليه في الدنيا ولا احنا اخترعناه؟ اطلاقا يا فندم، يعني كما ذكرت حضرتك هو العديد من الدول الكبرى تتبع نفس النمط من الإدارة والتشغيل. القطاع الخاص يتولى إدارة وتشغيل المطارات وفقا لضوابط تضعها الدولة، والهدف كما ذكرناه هو حسن تقديم الخدمة أو تحسين الخدمة، وهذا الأمر مطبق في العديد من الدول الكبرى، بل أنا بإمكاني أن أقول لحضرتك أنه هناك بالفعل دول عربية شقيقة تطبق هذا الأمر منذ سنوات. صحيح. فبالتالي مصر لم تبتدع هذا الأمر، هذا الأمر هو مطبق، لا يوجد إطلاقا بيع للمطارات، وإنما هو مجرد تشغيل وإدارة المطارات من قبل شركات من القطاع الخاص لديها الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأمور. عظيم جدا، أشكرك جدا سيادة المستشار، كل الشكر ليك، وإن شاء الله بالتوفيق، كل التوفيق سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.